بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. يعني بص، أنا مش هعلي صوتي قوي علشان إيه الواحد يكمل الساعة، فلو صوتي واضح خير وبركة، مش واضح ممكن إيه نقرب قدام شوية. إحنا هنبدأ كده مع بعض، يعني كل يوم خميس ربنا ييسر كده وإيه حاجة كده نلم بيها الدنيا، منها للامتحان ومنها يعني للحياة العملية في المقام الأول. وهندور كده مع بعض في الديتيلز شوية، في حاجات ممكن تعدي عليك في الإيكو، في القسطرة، في رسم القلب، أديك بتحفظها وخلاص مش فاهمها، هنبدأ كده نفسرها مع بعض في الكلينكا إن شاء الله. هنبدأ ديسنيا موديول، هنعمل الأبروتش النهاردة، وبعد كده هنمسك كل موضوع من موضوعات الديسنيا نتكلم فيه. هارت فيلير، بالمونري امبوليزم، كاردياك تامبونات، يعني ايه، هنخلص الديسني على بعضها وبعدين نحول على الشيست بين، نحول على البالبيتيشن وهكذا. طبعا الديسني في العيادات، ويمكن اللي فاتح عياده وشغال فيها عارف المنظر ده كويس، منظر يجيب كرشه نفس. اول ما البيشنت تروح الدقيقه قاعده قدامك، يا دكتور انا بلف بقالي 7 سنين وحدايا نهجه ومش بتروح، وتروح دكتور قلب يكتب لها علاج قلب، تروح لدكتور شيست يعالج لها دكتور شيست، مش عارف ايه يكتب لها اندوكراين، كل واحد بيفكر في التخصص بتاعه. انما الصح ان انت تفكر في الايه، في الكومبلين بتاعت المريض، حتى لو مش في التخصص بتاعك، تعرف وين تو ريفير، يعني اب تو ان انت ممكن تريفير لسايكاتك. وياما في حالات كتير حولتها لدكتور نفسية في الزقازيق طبعا بعد محاولات اقناع، وفي الاخر ما جابتش الا العلاج بتاع الايه النفسي، على الرغم انها كانت في الاول ماشيه في سكه انها خلاص يعني بتعمل كورونري انجيو، والكورونري انجيو نورمال وانسيسنت شيست بين، لا هو خلاص العلاج بتاعها ايه سايكاتري. علشان تعرف كل حاجه لازم تعرف يعني ايه ديسنيا. قال لك ان ديسنيا دي معناها abnormal او uncomfortable breathing، بس in the context of ايه، في المجهود اللي كان المفروض بيعمله مرتاح قبل كده. يعني ما تجيش واحد ساكن دور ارض طول عمره، عمره ما طلع سلماية وقال لك انا طلعت دورين وبدأت احس بنهجان، ما ده اصلا مش المجهود اللي انت متعود عليه، ده انت دور ارضي وبتركب العربية لغاية السوبر ماركت وترجع تاني، فده مش مجهودك. لا، ده انت المفروض ديسنيا ده uncomfortable breathing in the context of ايه، of what is normal for person according to level of fitness. واحد ساكن في الدور الرابع بس بيقول انا رحت العب في الجيم وبدأت اجري على التريد ميل، لقيت نفسي عندي كرشة نفس شديدة. طب انت عمرك جريت طول؟ لا، عمري ما جريت طول عمري. يبقى لازم تشوف الليفل اوف فيتنس بتاع البيشن ده ايه. طيب قبل ما تخش في براسك كده في موضوع الديسنيا، هو ايه اللي ممكن يعمل للعيان ده ديسنيا؟ شوف بقى، تخيل من اول ان يبقى فيه هايبوكسيا في الجو، انت قاعد في حته مخنوقه ما فيهاش اكسجين، تنزل تحت في حاجه في الاير واي مقفوله او برونكوسبازم او وات ايفر، تخلص الاير واي تروح على اللنج تيشو لو فيها اي بروبلمز زي كوفيد او خلافه هيعمل ديسنيا. طيب لو الرئه كويسه بس عليها كومبريشن من بره، ماسز او افيوجن او اوبيزيتي او اسايتس، ده كله هيعمل ديسنيا. طيب نفترض ان الاير واي واللنج كويسه بس البلمونري بلاد فلو قليل في حالات البلمونري امبوليزم، فهيبقى العيان هيحس بديسنيا. طب نفترض ان الرئه كويسه بس الفينوس بريشر هو اللي عالي وفي فينوس كونجيشن، هيبقى العيان بيحس بديسنيا. طب نفترض ده كله كويس بس الراجل عنده نيورو ماسكولار بروبلمز، الدايفرام ما بيتحركش كويس، هيحس بديسنيا. طب نفترض ان العيان ده كل حاجه كويسه بس عنده سبب عامل ميتابوليك اسيدوزس وهو بيكمبنسيت عشان يوش اوت السي او 2، فهو حاسس بايه؟ حاسس بديسنيا. او واحد عمره ما اتحرك قبل كده وفجاه بدا يتحرك، اسمه دي كونديشننج، يعني بدا يعمل مجهود هو مش متعود عليه، ده هيعمل ديسنيا. وفي الاخر السايكولوجيكال كوز، مين فينا بيحط ده كله في باله وهو بيقيم عيان ديسنيا؟ يعني احنا دايما بنحط انت كاردياك ولا شيست، ويعني لو انت يعني ايه، طب والنبي سايكاتري في النص، يبقى انت سايكيك. طب ما نلف بقى على الايه، على الحاجات دي كلها. طيب عشان تخش
المريض اللي جاي لك في الاستقبال مختلف تماما عن المريض اللي جاي لك في العياده الخارجيه. يعني الاكيوت ديسنيا ليها ابروتش والكرونيك ديسنيا ليها ابروتش. طيب لو احنا بنتكلم على الاكيوت ديسنيا، طيب دي واحده عندها 50 سنه، عندها سكر وعندها ضغط وعندها اكيوت سيفير ديسنيا من 4 ساعات. يقول لك انا زي الفل، من 4 ساعات عندي كرشة نفس شديدة في صدري. طيب وات از نيكست؟ لازم تخش على الابروتش بالاي بي سي دي اي ابروتش. يبقى الاكيوت سيتنج اي بي سي دي اي ابروتش، انما الكرونيك سيتنج في العيادة بيرسونال هيستوري وكومبلين وهيستوري اوف بريزنت إلنس. انما واحده جايه لك في الاستقبال باكيوت سيفير ديسنيا، وانت بقى ماسكها وانت اسمك ايه يا حاجه وانت منين ومتجوزه ايه وعندك كام عيل، على بال ما توصل للكومبلين هتلاقي الريست تحت ايدك يا حاجه. استنى ده انا كومبلين ايه بي، تخلص الفايتال ساينز وبعد كده تنتقل على الايه، على الحاجات التانية. طيب تعالى كده نشوف الـ A B C D E ممكن يفيدونا ازاي ان احنا نعرف ايه سبب الديسنيا. وانت بتشيك الاير واي، لو المريض ده جايلك ديستربت كونشس ليفل وحد قالك ان هو كان عنده كرشة نفس شديدة ومش قادر ياخد نفسه، لو بمجرد ان انت عملت تشيك للاير واي ممكن تلقط البروبلم. حد سمع قبل كده عن حد بلع لسانه؟ هو يعني ايه بلع لسانه؟ يعني كان بيلعب ولا حاجة فاللسان رجع لورا قفل الاير واي. بمجرد ان انت بس تفتح الاير واي هتبص تلاقي ايه، استرد التنفس بتاعه تاني. طب وانس ان هو استرد نفسه، تنيمه ازاي بقى لغاية لما تجيب الاسعاف؟ ايوه، على اليمين ولا الشمال؟ على الشمال. يعني تجيب ايده اليمين كده تحت خده الشمال وتنيمه على الشمال عشان لو في اي سكريشنز ما يشرقش فيها، وتحافظ على وضع الطنج الايه، الطنج بيز قدام. يبقى ادي واحد انت انقذت حياته بمجرد بس ان انت ايه، فكرت صح. طيب نخش على البي. في البي انت بتقيم البريسنج، بتشوف الريسبيراتوري ريت، بتشوف الايكواليتي اوف شيست موفمنت اون بوث سايدز، بتسمع صدر العيان تشوف فيه كريبيتيشنز ولا فيه ويز ولا فيه ديكريزد اير انتري، وبتشوف فيه دي ساتوريشن ولا لا بالبلس اوكزيميتر. ده كله بيتشاف في مرحلة البي. انت دلوقتي ماشي ببروتوكول مالكش علاقة بالعيان بيقول ايه او العيان جايب ايه، تمام. طيب نفترض ان انت دلوقتي في البريسنج لقيت فيه كريبيتيشنز وممكن تلاقي ويز diminished اير انتري اون وان سايد، او ممكن تلاقي الدنيا كلير باك مفيش حاجه خالص، او ان ابروبريت شيست موفمنت، تبص تلاقي كده في يعني ايه، مفيش هارموني كده بين التنفس، قاعد في اللي هو بارادوكسكال موفمنت، وممكن تلاقي دي ساتوريشن. طيب لو انت لقيت في كريبيتيشنز، ايه الاحتمالات بتاعتك؟ بالمونري ديما، شيست انفكشن، صح؟ بلورال فيوجن هيعمل كريبيتيشنز؟ لا، فايبروزس، صح. يبقى احنا دلوقتي لو لقينا كريبيتيشنز فانت بتفكر في 3 حاجات: بالمونري ايديما، فايبروزس انترستيشيال لانج ديسيز، او شيست انفكشن. كويس. طب في الاستقبال بالدهلكه كده ازاي تفرق بينهم بسرعه؟ فاينل كورس في الاستقبال والصخب والزحمه اللي حواليكم بقابلني، والبلمونري دي ممكن تيجي كورس كريبيتيشن ازاي؟ الفيفر مع البلمونري دي ممكن الشيست انفكشن يزوده. السي في بي، السي في ده ممكن تقيمه بايه او بايه؟ اي في سي دايمتر، يعني وانت بصت ايكو كده في الاستقبال ساب كوستال لقيت الاي في سي قد كده اهو، يبقى موستلي، موستلي مش هقول لك 100%، موستلي يبقى دي بالمونري دي. طيب لقيت الاي في سي كله لابسد على بعضه، يبقى انت تخلع وتكلم نايب البطنه ايه، يلبس الحاله، هي دي. طب نفترض ان انت ما عندكش ايكو، تجيب بتاع السونار. يبص ما فيش بتاع سونار ولا في حاجه في الاستقبال، ترشق ايه؟ مش سي في بي بقى، اكسترنال جوجولار، اضعف الايمان. اكسترنال جوجولار كان لو تقيس فيها السنترال لاين، السي في بي بتاعك زيرو، يبقى انت ماشي في يم تشيست انفكشن او انترستيشيال لانج. السي في بي هاي، يبقى انت ماشي في سكه ايه، بالمونري ايديما، تمام. يبقى انت في مرحله البي
بدأت تلقط عيان. طب انت لقطت عيان بالمونري إديما وانت بتكمل السي دي، بيكون الراجل قاعد بيحضر لك الايه اللازكس على بال ما تقيس الضغط بتاعه، يبقى انت كده بتهلب البيشنت. تمام، لاحظ ان كل اللي عليه نجمه دوت ممكن يبقى دي ساتوريتد. يعني واحنا شغالين في الاسباب هتلاقي في اسباب عامله دي ساتوريشن واسباب مش عامله دي ساتوريشن، فكل اللي عليه نجمه ده ممكن ياكسبت ان يبقى عنده دي ساتوريشن، ولكن الدي ساتوريشن بتاع الاكيوت بالمونري ايديما نوت اكسبتد ان اكالم بيشنت. يعني لازم يبقى في عندك حاجه اسمها كلينيكال سنس. عيان البالمونري ايديما ده انت كلنا شفناه يعني هو بيجسب، عيان بيموت، انما واحد انت قاعد سامعه كريبيتيشنز ولاينج فلات والساتوريشن بتاعه 70، يبقى ده ايه؟ كوفيد. مش شيست، كوفيد. تمام، اسمها اسم بالظبط، بس ده مصطلح هتلاقي معاه ويز شوي، يعني هتلاقي مش بيور كريبيتيشنز، يعني هتلاقي معاه ويز تقول لك ان العيان ده سي او بي دي. تمام، انا هكلمك واحد كريبيتيشنز، علشان البالمونري ايديما تعمل دي ساتوريشن لازم العيان يبقى بيموت، انما العيان كالم وفي كريبيتيشن ودي ساتوريشن يبقى موستلي ايه؟ شيست. اوكي، طيب تاني اوبشن ممكن ان احنا نشوفه هو الويز. طيب الويز بقى ممكن يكون ايه الاسباب بتاعت الويز؟ اول حاجه يكون المريض اصلا سي او بي دي ودخل في سي او بي دي اكسسربيشن، يبقى انت لقطته. او واحد كان برونكيال ازمه ودخل في ازمه اكسسربيشن. طب وايه الفرق بين السي او بي دي والبرونكيال ازمه؟ لا، الكلينيكال ديفرنس بين البرونكيال ازمه، البرونكيال ازمه ان بتوين اتاكس كومبليتلي فري، انما السي او بي دي ان بتوين اتاكس برضه بيبقى فيه بيز ويز شغال معايا، والناس بتوع البطنه العامه ايه معانا اونلاين اهو. طيب او ان هوب برونكونومونيا، يعني برضه الشيست انفكشن ممكن يجي لك بويز، لان الشيست انفكشن ممكن يبقى نومونيا وممكن يبقى برونكونومونيا وفي برونكوسبازم وعامل برضو الايه الويز. طب انت دلوقتي وصلت للدياجنوزس، بمجرد العيان جايب اكيوت سيفير ديسنيا ولقيت فيه بايلاترال سيفير ويزس على اليمتين، يبقى انت كده بدات ان انت تقول للمريض والتمريض اللي معاك حضر الجلسات بتاعتك وحضر الممكن ابتو سترويد وتجيب حد شيست ويشتغل هو في الايه في قصه الشيست بتاعتك. طيب نفترض ان انت لقيت diminished air entry on both side one side، يعني ياما عليها air entry وياما مش عليها air entry. قبل ما نخش على ال air entry، هو ايه النورمال اللي المفروض تسمعه على ال pressing sound؟ يعني الطبيعي تسمع ايه؟ اللي هو inspiration، ويعني ايه بداية ال expiration. انما لو سمعت ال expiration كامل يبقى اسمها prolonged expiration، اللي هي ماشية مع الشيست بروبلم، اللي هي درجة أقل من الدرجة بتاعت الإيه؟ الويز. تمام؟ فمهم أوي إن أنت تبقى عارف هتسمع إيه على صدر العيان، واليومين دول في كمية مهولة من البرولونجد إكسبيريشن في الكوفيد إيرا. يعني من كل 10 حالات بيجوا العيادة بديسنيا، 8 بيطلعوا برولونجد إكسبيريشن وبيستريحوا على السيريتايت. تمام؟ ولا بقى كاردياك ولا بتاع. طيب انت دلوقتي قلت يا بلورال افيوجن يا نوموثوركس، ممكن تعمل يعني بيركاشن كده تفرق، بس انت معاك في الاستقبال شيست اكس راي، ده بسرعه هتقول له روح بسرعه اعمل شيست اكس راي عشان هتفرق بين الماسيف بلورال افيوجن وتفرق ما بين النوموثوركس. طيب وهنا ساعتها هتجيب بتاع الكارديو ثوراسيك ويركب شيست تيوب للعيان او يسحب او يبذل، الدنيا هتبقى معاك كويسه. ممكن يبقى كلير باك، يعني واحد اكيوت سيفير ديسنيا وكلير باك، ودي الاسباب بتاعته، ولازم تبقى كل الاحتمالات دي في بالك وانت بتمانج العيان. ممكن يبقى كاردياك تامبوناد. طب ليه الكاردياك تامبوناد ما بتعملش بالمونري ديما؟ مفيش حاجه داخله جوه القلب عشان تروح الكلى، عشان تروح الرئه.
فانت دلوقتي العيان التامبونات دوت ده القلب متحزن من بره، فما فيش دم عايز يخش جوه القلب، فطبيعي بتاعته مش هيبقى في حاجه في الرئه عشان يحصل فيها كونجيشن. طيب البلمونري امبوليزم معروفه، ده ما فيش دم رايح الرئه اصلا، ده اوبستراكشن. ميتابوليك اسيدوزس عامه وميتابوليك اسيدوزس الرئه كلها سليمه، ده كل فيها بس ان البي اتش قليله والبيكارب قليل، فهو بيكمبنسيت ان هو يطلع سي او 2. اكيوت انيميا، والاكيوت انيميا دي تفيدنا في ايه؟ عيان يبقى داخل معاك برايمري بي سي اي، تمام، وانت شغال والاوبريتور مش انت يعني، او الاوبريتور شغال وسايب الفالف فاتح مين شاف حالات انيميا بعد القسطره؟ مين خد كياس دم؟ كتير صح؟ فلو انت ناسي الفالف بتاع الواي كونكتور وانت شغال، العيان هيفقد دم وممكن يفقد كميه محترمه، لدرجه ان في بيشنت دايد من انيميا بوست بيس ميكر. حد سمع عنه؟ بوست بيس ميكر يعني عيان داخل يركب بيس ميكر مات من انيميا اون تيبل بسبب بروفيوز هيموج. فدلوقتي عيان عامل قسطره وطلع باكيوت ديسني، قال لك انا كنت كويس وبقى عندي ديسني، تيجي تفحصه ايكو كويس، اي سي جي كويس، كاردياك انزايم نيجاتيف، تيجي تعمل السي بي سي تلاقي السي بي سي كويس، بس تاني يوم تلاقي السي بي سي دروبد. ما هو السي بي سي الاكيوت مش هيقول لك في انيميا ولا لا. ليه؟ ليه لو حصل اكيوت هيموريج ما بيحصلش انيميا في نفس اليوم؟ اه ليه؟ عشان لسه الدم كونسنتريتد، ما هو يعني عبارة عن ازازة كان فيها دم، انت فقدت نصها، لما تيجي تاخد العينة من النص التاني فهتلاقي الهيموجلوبين كويس، انما لما يبدأ يعوض بقى الفلويد يعني الجسم يعمل بقى تعويض فيحصل ديليوشن والانيميا بقى تظهر على ايه؟ على حق. فلو انت معاك ايفيدنس اوف هيموريج او بليدنج ما تستناش الهيموجلوبين، لو العيان في كومبليننج ممكن تبدأ معاه بلاد ترانسفيوجن لو انت متاكد ان العيان ده نزف كميه كبيره من الدم. ممكن اللي يعمل ديسنيا وسكلير باك اكيوت كورونا سيندروم، وياما في حالات نيستمي جت بديسنيا فقط مش بشست بين خالص، الموضوع كله اكيوت ديسنيا او انكزايتي، واحد عنده انكزايتي وجاي لك في الاستقبال وهو ده اللي عامل له الاكيوت ديسنيا. طيب مين من دول يعمل دي ساتوريشن؟ البلمونري امبوليزم يعني، الحاجات التانية دي يعني نادرا ما بتعمل دي ساتوريشن، الوحيد اللي بيعمل فيهم دي ساتوريشن هو البلمونري امبوليزم، والدي ساتوريشن دي بتبقى مرحلة ما قبل الهيمو دايناميك كومبرومايز، يعني في ناس بتبقى دي ساتوريتد والضغط بتاعها كويس تمام، وفي ناس بتبقى دي ساتوريتد وضغطها واطي، بس للأسف انت ما كنتش عارف الضغط قبل الضغط الكويس اللي انت شايفه ده كام. يعني لما تيجي تراجع الجايد لاينز في البلمونري امبوليزم يقول لك ان البريشر دروب حتى لو هو 120 80 بس كان 180 100 قبل كده، ده اسمه هيمو دايناميك كومبرومايز. يعني هو انت هو دي ساتوريتد والبلاد بريشر 120 80 قد ستريبت ليه؟ لا ده انت تدي ستريبت لو انت عندك معلومه ان هو كان ضغطه قبل كده البيز لاين بتاعه ايه؟ بتاعه عالي. طيب ان ابروبريت شيست وول موفمنت، وده بيبقى اكيوت نيورو ماسكولار ايشو، دي غالبا بيبقى مريض مثلا عامل حادثه او بتاع واخد ضربه في السباينال كورد، يعني في مشكله في النيورو ماسكولار ايشو بتاعه، فبيبقى الشيست موفمنت بتاعته كده ايه غريبه الشكل، وده ممكن تستشير فيه حد نيورولوجي. طيب هل كل العيان ياخد اكسجين؟ اللي اقل من 90%، اكتر من 90% ما تديلوش اكسجين لاسباب كتير جدا، ابسطها ان الاكسجين بتاع المستشفى مش طاهر، فانت يعني هو مش محتاج اكسجين وانت بتوجب معاه هيطلع بكوفيد، يعني يبقى انت كده ايه حكمت عليه بالزحليقه. يعني شايف احنا لغايه دلوقتي في مرحله الاي والبي طلعنا كام دايجنوزس بالعبيط. طيب نخش بقى على السي، السي عندنا بلس وبلاد بريشر وارتيريا بلاد جاز، احنا دلوقتي في اكيوت سيفير ديسنيا. طيب البلس ممكن يكون ايه؟ نورمال، ممكن يكون برادي، وتبقى انت دلوقتي شخصت سبب الديسنيا، ما عيان الكومبليت هارت بلوك ده ممكن يجي لك باكيوت ديسنيا،
كرشة نفس رهيبة يا دكتور، طب حاسة بحاجة على او ما فيش حاجة حاسة بيه. تيجي تشوف الهارت ريت تلاقي الهارت ريت 30 تحت ايدك، تعمل رسم القلب تلاقي هارت بلوك على طول. يبقى انت دلوقتي ايه، لقط العيان من الاي بي سي دي اي. كان في عيان جاي بكونفولجنز في الاستقبال، ومن صباحية ربنا لغاية الساعة 8 بالليل قاعد يعمل في سي تي برين واي اي جي وغير، يعني ايه، لفة سودة كده، لغاية لما واحد ابن حلال عمل له بس اي سي جي. ليه الاي سي جي شوارع؟ اللي هو بيأرست ويطلع تاني، يأرست ويطلع تاني. عايز اقول لك يوم ده ما كانش فيه واير تمبوري بيس ميكر، جبنا هنا كابل الرباعي بتاع الاي بي اس، وانا بركب له البيس ميكر أرست تحت ايدي 3 مرات. يعني خلال التو مينتس اللي انا بركب الشيس على بال ما اوصل البطاريه، أرست 3 مرات في الكونفولجنز بتاعت الايه، اللو برين بلاد فلو. تمام. فساعات الاي بي سي بيريحك، يعني ده لو من صباحيه ربنا بس حد حط ايده على البلس كان هيعرف ان هو هارت بلوك. وبعد ما العيان ركبت له بيس ميكر، انت كويس يا حاج؟ 100 100 يا باشا. والله انت ابن حلال برضه. او ممكن تلاقي تاكي كارديا تحت ايدك، تلاقي 150 200 250، هتعمل اي سي جي هتعرف الدايجنوزس ايه. في وجود الاكيوت ديسني هتروح مديله الديسيل متين، والامور كلها ترجع لطبيعتها. او ان ايكوال بلس، ومهم اوي ان ايكوال بلس ده، لان ممكن يبقى دلاله اكيوت اورتيك دايسكشن. تمام. تلاقي البلس يمين مش زي البلس شمال، تقيس الضغط يمين تلاقي بغير مختلف الضغط شمال. ولو انت ابن حلال قوي هتشوف البلس في الدورزاليس بيدز. يعني انا شفت 3 حالات اورتيك دايسكشن، ضغط 90 60 90 60 220 سيستوليك، والتلاتة ضايد لان كانوا محطوط على النور ادرينالين في العناية. يعني تخيل عيان هايبر تنسيف واورتيك دايسكشن، وانت قست الضغط غلط حطيته على النور ادرينالين، دخل في سيريبرال هيموج. تمام. وانت في الاستقبال كده لو انت مكسل تقيس في رجله بس، حط على الدوزاليس بيدز. يعني مستحيل ان انت يبقى عيان 90 60 او 80 50 وتحس الدورزاليس بيدز. طب ليه الدورزاليس بيدز كاروتت تحت ايدك؟ يبقى لازم تفكر، لا في مشكله كده، يعني ده اكيد مش شوكد. تمام. تبدا ان انت تلف الكف تحت وتشوف الضغط في رجليه اخباره ايه. واللي بيعمل الديسنيا مش الدايسكشن نفسه، الكومبليكيشن اللي بتحصل من الدايسكشن زي الاكيوت اورتيك ريجيج او الكاردياك تامبونات. تيجي على البلاد بريشر، عيان جايب اكيوت ديسنيا، ممكن البلاد بريشر يبقى نورمال، وممكن يبقى هايبوتنشن، ويبقى كده انت لقطت حاجه هتدور وراها. هو الهايبوتنشن ده كارديوجينيك ولا هايبوبوليميك ولا سيبتيك ولا اوبستراكتيف؟ طب تفرق ازاي في الاستقبال؟ سي في بي، تجيبوا السي في بي ازاي؟ اي في سي او اكسترنال جوجولر. تمام. لو لقيت السي في بي هاي يبقى ده يا اما كارديوجينيك او اوبستراكتيف. طيب كارديوجينيك موستلي هيبقى معاك ريبيتيشنز، لو هو بامب فيلير عشان يعمل هاي بوتنشن وشوك لازم هيبقى في حاجه متكومه في الرئه، صح؟ طب لقيت شوك وكلير باك وسي في بي هاي، يبقى اوبستراكت. يبقى لازم انت طول ما انت شغال في الاستقبال قاعد جايب الايه، الالجوريزم رايح جاي عشان توصل البيشن ده ايه، وتبدا ايه تمانجه صح. ممكن سيفير هايبرتنشن، يبقى انت كده لقطت العيان هايبرتنسيف بالمونري اديما، اول ما تدي له دايوريتكس ونايتريتس الامور هتتحسن في الاستقبال. او ان ايكوال بلاد بريشر، وهيبقى يعامل زي الان ايكوال بلس، وهتشك في اورتيك دايسكشن وتبدا تمشي في الفحوصات بتاعتك. طب الاي بي جي في عيان اكيوت ديسني هيفيدك في ايه؟ ممكن يبقى نورمال، صح؟ وممكن يبقى ميتابوليك اسيدوزس، والميتابوليك اسيدوزس ده ممكن يبقى لاكتيك اسيدوزس، واحد جاي لك شوكت مش مسموع له ضغط، فبالتالي اوتوماتيك هيعمل ميتابوليك لاكتيك اسيدوزس. وممكن يكون العيان ده سكره عالي، صح؟ والسكر هنشوفه في مرحله الدي في الديسابيليتي، بس هنا انت لقطت ان هو ميتابوليك اسيدوزس. اول ما تعمل البلاد شوجر ليفل تلاقي اكتر من 250، تقول ان ده دايابيتيك كيسو اسيدوزس، تجيب بس يعمل شريط كيتون في اليورين، كيتون بودز في اليورين، وتجيب بتاع السكر يمنش. او اكيوت رينال فيلير، كان في واحد هنا داخل العنايه وكان الاي بي جي بايظ، كان داخل اكيوت كورونري سيندروم شيست بين مش ديسني، وتلود اسبرين وبلافكس ومش عارف ايه والليله دي كلها،
ونيتريتس ونالوفين، وكل ما الممرضة تعدي عليه تديله أي حاجة يعني إيه، والراجل عنده شيست بينه وديسن يعني. وفين لما الاي بي جي طلع لقى ان البي اتش 7 والبايكارب 3 تقريبا او 4، والكريات طلع كام 13 او 12 حاجه زي كده. الراجل ده راح اتشطف شطفه واحده بس، جه فله، لا دسنيا ولا شيست بين ولا الهري اللي احنا كنا ماشيين فيه ده كله. والمريض ده كان مركب دعامات قبل كده، يعني مش معنى المريض كاردياك انه كل مره هيجي لك كاردياك، كل مره العيان يجي لك لازم تتعامل معاه لانه مريض جديد. ما مش انت كاردياك هتفضل طول عمرك كاردياك، والرينال هيفضل طول عمره رينال، لا لازم تانلايز كل بيشن كل مره، او تلاقي ريسبيراتوري اسيدوزس. طب هو ايه في الاي بي جي؟ قول لي ميتابوليك اسيدوزس يعني ايه، البارامترز في الاي سي في الاي بي جي، البايكارب قليل وايه، والبي اتش، بي اتش قليله والسي او 2 قليل، يبقى التلاتة تحت. لو التلاتة فوق ميتابوليك الكالوزس. لو اختلفوا بص على البي اتش، يبقى ريسبيراتوري، بي اتش عالية ريسبيراتوري الكالوزس، بي اتش واطية يبقى ريسبيراتوري اسيدوز. طب حد عارف التفسير يعني ليه التلاتة تحت مثلا ميتابوليك اسيدوزس؟ هو الميتابوليك اسيدوزس معناها ايه؟ معناها مثلا ان في اسيدز دخلت في الجسم، فبالتالي البايكربونات هتعادلها، فنسبة البايكربونات هتقل، فالبي اتش هتقل، فاللنج هتعوض وتعمل سي او 2، فالسي او 2 يقل، تمام، وهكذا في الميتابوليك الكالوز. انما في الريسبيراتوري اسيدوزس السبب ايه؟ ان السي او 2 عالي، فالبي اتش قلت، فالجسم يخزن لك بايكارب علشان يكمبنسيت فور اسيدوز. لازم تبقى ايه فاهم الحاجات دي. فلو لقيت ريسبيراتوري اسيدوزس فموستلي البيشن ده هيبقى ماشي يمت يا سي او بي دي، ازمه اكسسربيشن، او اكيوت بالمونري اديما، وخلاص بقى بي ايه بيفايت لغايه لما ادفنتله. او ريسبيراتوري الكالوزس والمريض ده بيبقى لذيذ جدا، انت بتلقطه بقى، تعالى انت بتنهج وما عندكش سبب يخليك تنهج. موستلي مش هقول لك 100% بس موستلي انكزايتي، والعيان ده بيخش ساعات في تيتاني. ليه؟ تعمل له ايه؟ اديله كيسة يتنفس فيه. كان في حد راح العبور بعته الاي بي جي الكالوزس، خليه بس يتنفس في كيسة شوية، بدأ ان هو يهدى والامور تهدى والامور ايه طارت لحل. تمام، نخش على الديسابيليتي. مهم قوي وانت في الاستقبال وبتبلغ نايب العناية او بتبلغ الطوارئ ان انت تقول ليفل اوف كونشسنس ايه، هل هو alert، هل بريسبوند للفويس، ولا بريسبوند للبينفول ستيمولاي، ولا توتالي ان ريسبونسيف، وتشوف الراندوم بلاد شوجر. طب ايه اللي يعمل ديستربت كونشس ليفل في عيان عنده اكيوت ديسنيا؟ يوريميا، صح، عنده اكيوت رينال فيلير ويوريميك انكيفالوباسي، او دايابيتيك كيتو اسيدوزس ببقى جامد صخمت، او عيان شوكد وعنده سيريبرال هايبوبرفيوجن، او سي او 2 ناركوزس. شايف احنا قاعدين البازل بنجمعها، انت لقيت في الاي بي جي ريسبيراتوري اسيدوزس وعنده ديستربت كونشس ليفل، يبقى ده سي او 2 ناركوزس، قاعد بتجمع البازل، يبقى العيان ده سي او بي دي اكسسربيشن، هتبدا ان انت تحطه على جلسات. والجلسات بتاعت العيان السي او دي تتحط على هاي فلو اوكسجين ولا جهاز نيبيولايزر؟ جهاز نيبيولايزر. طب ليه؟ الاونلي درايف فور ريسبيريشن هو لا الهايبوكسيا، ما تصلحش الهايبوكسيا كومبليتلي، يعني العيان ده تظبط الساتوريشن بتاعه ايه 88 92، ما يعلاش عن كده، لان خلاص الريسبيراتوري سنترز خلاص اتعود على السي او 2 العالي، فمهما يحصل مش هيتاثر بيه. الراندوم بلاد شوجر طبعا بيبقى عالي في العيان بتاع الدايبيتك ايتو اسيدوزس، وتبقى انت خلاص وصلت للدايجنوزس وبدات ان انت ايه تمانج. مهم برضو تبص بصه، يعني انت لو العيان جاي لك ديستربت كونشس ما انتش عارف ايه السبب اللي عمل ده، يكشف صدره كده وبص بصه، ممكن تلاقي مثلا شيست وول انجري، في حديده في صدره، سكينه في جرح في صدره، يعني هي هتبدا ان انت تفكر في ايه حاجات سيرجيكال. ممكن تلاقي فيه دم على هدومه من جوه، سورس اوف اكسترنال هيموريج مثلا، برضو يعني ايه
حد شال الشيس غلط، وخاصة مشهور عندنا يعني. انت تبص تلاقي داخل عين بعد القسطرة والعيان شوكد وابيض ويعني خلاص بيموت، تمام؟ وتبدأ بقى ان انت تقوس الضغط ومش عارف ايه، وتنسى تبص على مكان الشيس، ترفع بس كده تبص تلاقي ده كله صاي هيماتومة، وخدت لك بتاع تلت او نص كمية الدم بتاعت جسمه، والعيان بيموت بسبب ايه؟ بسبب هيموج. او ساين اوف انترنال ابدومينال بليدنج، ان انت تلاقي يعني ايه في زرقان في الفلانكس او تندر ابدومين. ومين اشهر واحد عندنا ممكن يخش في انترنال بليدنج؟ مريض القسطرة. ويخش ازاي؟ ريتروبريتونيال، ان الشيس يبقى هاي بانكشر فوق الانجوينال ليجامنت. طب وايه اشهر ارتري لما بيتعور في الهاي بانكشر؟ الله عليك. طيب لسه شغال. فاحنا تقريبا دلوقتي وصلنا للفاينل دايجنوزس بتاع موست اوف كيسز، يعني اللي لقطه ويز، واللي لقطه ديمينيش دير انترو اون وان سايد، واللي لقطه ان ايكوال بالس، ولا في حاجتين كده هما اللي محتاجين ورك اب اكتر، اللي هو ديسنيا وسكلير باك، وديسنيا ويز كريبيتيشنز اوفرز باك، تمام؟ انما الباقي الحاجات ستريت فورورد، هتبدا ان انت تتعالج معاها. نبدا الاول بديسنيا ويز كريبيتيشنز اوفر ذا باك. احنا اتفقنا يا اما هارت فيلير يا نمونيا يا انترستيشيال لانج ديسيز. بتاع الهارت فيلير ينفع يبقى لاينج فلات؟ ده دايما هيبقى قاعد، مش ارثوبني، ده قاعد، تمام؟ ده مش هيبقى لاينج فلات. يبقى مبدئيا كده لما تخش العين في الاستقبال تحط تلاقي كريبيتيشنز بتاع البطن عايز يلبسهولك، والعيان نايم ايه سطيحة، انت مالك يا عم الحاج وبيتكلم معاك فيري كومفورتابل، هو بس بينهج بس نايم فلات. ده موستلي مش اكيد بالمونري اديما، ده مش شكل البالمونري اديما. النيك فينز، اللي عايز يشوف نيك فينز، وممكن تلاقي النيك فينز خرطيم كونجستد وباينة، وممكن تبقى امتي، لو امتي هيبقى ماشي مع شيست، لو كونجستد هيبقى ماشي مع. طيب اللور ليمب، موست للعيان اللي هو الكونجستد هيبقى يعني عنده سيستم الكونجيشن برضو، اكشف رجلك كده ودوس في لور ليمب اديما. انا بقول لك موستلي، ما العيان السي او بي دي ممكن يبقى عنده كور بالمونال وسيستم الكونجيشن، بس بقول لك انت بتشبط كده الحاجات ببعض. انا واحد جالك شيست انفكشن او انترستيشيال لانج، هتلاقي دايما اللور ليمب بتاعته دراي. ومين كام واحد دخل بكريبيتيشنز في العنايه وخد دايوريتكس وبعد كده دخل في رينال امبيرمنت بسبب ديهايدريشن؟ كتير، صح يا مغربي؟ كتير. في واحد جوه حس. فمهم قوي ان انت ايدك ما تاكلكش على الدايوريتك قوي، لازم تتاكد ان المريض ده اوفرلودد علشان يتحسن بالدايوريتك. انما عندي هايدريتد وعنده شيست انفكشن تديله دايوريتك هيخش في مور ديهايدريشن، هيخش في هايبوتنشن، رينال امبيرمنت، يبقى انت كده ايه وديته في سكه تانية غير القصه التانية خالص. وفي مفعول اسمه بلاسيبو افكت. يعني ايه بلاسيبو افكت؟ يعني عيان يبقى عنده ديسنيا تديله امبول لازكس يخف، وهو مش اوفرلودد، بس هو خد حقنه كده، اه انت بعد ما اديتني الحقنه يا دكتور حسيت ان انا احسن شويه، فانت ايه تنشف بقى، لا اديله التانيه، اديله التالته، لغايه لما العين يفيص منه. يعني اي في سي اكسترنال جوجلر، خليه كيب ان مايند عشان تعرف البيشنت ده اوفرلودد ولا لا. ما ده لو ديستربت كونشس، ده بيبقى خلاص اللي هو ايه، ده ما بيتكلمش معاك، ده عيان جاي لك بيأرست، ده مختلف تماما عن اللي نايم لك بيتكلم معاك. يعني مستحيل الوصف ده هيجي واحد لاينج فلات ويتكلم معاك ويقول لك انا صدري بيوجعني، ده عيان جاي شايلينه ومنيمينه على الترابيزه وانت مش فاهم فيه ايه، بتسمع الباك كريبيتيشن والساتوريشن 60، وده غالبا هتطيبه وتفنتله وبعد كده تبقى تفكر معاه ايه. طيب شيست اكس راي ممكن يفرق معاك، يعني لو لقيت باتشز او فايبروزس او لقيت كونجيشن يعني ممكن يديك فكره، انما الايكو طبعا هو المارفلس في العيان ده. لازم تعمل العيان ده ايكو في الاستقبال اول ما يخش العناية، ما ينفعش تسيبه من غير ايكو عشان تشوف هل في سيستوليك او دايستوليك ديسفانكشن، هل في كونجستد اي في سي ولا لا،
هل نورمال هارت وكولابسد اي دي سي، يبقى انت دلوقتي بتروح على القصه بتاعه الشيست في عيان عنده ديسنيا اند كريبيتيشنز، يبقى انت دلوقتي بتحط نفسك على التراك اللي هتمشي عليه. ممتاز. طيب يعني لو ايمرجنسي اكيوت هارت فيلير بتبص على البلود بريشر، لو البلود بريشر هايبر تنشن هتركز على النايتريتس مش على الدايوريتكس. ليه؟ لان الهايبر تنسيف بالمونري اديما بيبقى موستلي دايستوليك ديسفانكشن، العيان مش فيه فلويد اوفرلود، ده هو القصه كلها هايبر تنشن، فانت وطي الضغط. انما العيان النورمال بلاد بريشر ده اللي هو فوليوم اوفرلود، ده خلاص هو الضغط مش هو السبب، ده فيه عندي فوليوم اوفرلود، ده اللي هيستفاد من الدايوريتكس. لو العيان هايبوتنشن هتبدا ان انت تحطه على نور ادرينالين في محاوله ان انت ترفع الضغط شويه، تشمم الضغط عشان تعرف تدي دايوريتكس، او ممكن بقى الحل الترا فلتريشن. ان ايكوال بلاد بريشر في عيان ايمرجنسي اكيوت هارت فيلير هتبدا ان انت تشك في اكيوت اورتيك ريجيرج اون توب اوف اورتيك دايسكشن، وده ايمرجنسي كيس. لو لقيت اريزميا هي اللي عامله الهارت فيلير، لقيت مثلا العيان في تك، لقيت العيان اس في تي، لقيت عيان اتريال فلاتر و 2 تو 1، ده هياخد الديسيل ماتين وتبدا ان انت تمانج معاه. يبقى انت من الاكيوت هارت فيلير في الايمرجنسي هيعتمد على البالس والبلاد بريشر بتاعك عشان تعرف تمشي العيان ازاي. طبعا معاك في الاستقبال الاي سي جي، الايكو، الفول لاب، وتعمل له ادميشن، ويبقى انت كده يعني ايه وجبت مع العيان بتاعك. نيجي بقى على العيان الاكيوت ديسنيا ويز كلير باك، عيان عنده كلير لا فيه ويز ولا كريبيتيشنز وعنده اكيوت سيفير ديسنيا، واحنا اتفقنا ان هم مين؟ عندنا كاردياك تامبوناد، بالمونري امبوليزم، اكيوت كوروناري، ميتابوليك، اكيوت انيميا، انكزايتي. تمام. طبعا يعني بصة ايكو يعني هتعرفنا الدنيا ماشيه ازاي، بس كلينيكال مثلا مين اللي هيبقى فيه كونجستد؟ التامبوناد والبالمونري امبوليزم، انما الباقي مش هيبقى فيه كونجستد نيك فينز. طب الاي بي جي الميتابوليك ديسنيا هتلاقي فيه ميتابوليك اسيدوز، الانكزايتي هتلاقي فيها ريسبيراتوري الكالوزس، البالمونري امبوليزم بيعمل تايب 1 ريسبيراتوري فيلير اللي هو هايبوكسيا هايبو كابنيا، يعني نادرا ما تلاقي البالمونري امبوليزم بيعمل سي او 2 ريتنشن. سي او 2 ريتنشن ده دلاله على يعني موستلي شيست او بالمونري اديما في مرحله الايه الفنتليشن. تمام. انما البالمونري امبوليزم بيعمل هايبوكسيا هايبو كابنيا، والتامبوناد الاي بي جي موستلي نورمال الا لو بدا يخش في شوك وميتابوليك اسيدوزس ان توب اوف لاكتيك اسيدوز. تمام. طيب الراندوم بلاد شوجر هتلاقيه عالي في مين؟ في الميتابوليك ديسنيا، وممكن السكر يبقى عالي في اي حد، بس الكيتون بودز بقى هي اللي هتلعب دورها هنا. هل في كيتون بودز في اليورين فهتسبورت الدايبيتيك كيتو اسيدوزس ولا مفيش؟ طيب الاف بيو سكور مين في دول هيبقى ديستربت كونشيس؟ العيان الميتابوليك، صح، سبب يوريميا او سبب دايبيتيك كيتو اسيدوزس، فتبدا ان انت تماشي مع الميتابوليك ديسنيا. ومين اللي ممكن يبقى فيه اكسترنال هيموريج؟ العيان اللي جاي لك بايه؟ باكيوت انيميا. وكيب ان مايند العيان اللي بعد القسطره، العيان اللي بعد القسطره. طيب نكمل، مين هيبقى قاعد وموطي قدامه مش قادر ياخد نفسه ولا ينام على ظهره؟ التامبونات، يعني التامبونات ده هو الوحيد اللي فيهم اللي هيبقى اورسوبنك، يعني خلينا نقول اورسوبنك مش قادر ينام والباك بتاعه كلير. انما البالمونري امبوليزم بينام عادي، ده يمكن عنده بلاتيبنيا، يقول لك لما بقعد كرشه النفس بتزيد فبينام تاني. تمام. يبقى البالمونري امبوليزم بيبقى بلاتيبنك، انما التامبونات بيكون اورسوبنك. الاكيوت كورونا سيندروم مش هيفرق معاه، نايم قاعد، ميتابوليك ديسنيا مش فارقه معاه. الاكيوت انيميا ممكن تلاقي وشه بهتان شويه، تلاقي الست بعد القسطره بقت بافته بيضه كده، يقول له انت حلويتي ليه كده يا حاج؟ اتاريها مفشوخه. الاكيوت انيميا موست اللي هتلاقي معاه بالور، الانكزايتي العيان، عيان الانكزايتي ده بيبان عليه، اقسم بالله لما تيجي تشتغل في العياده كده مع مثلا ايه سنه، اول ما العيان يخش لك من الباب ليه بصه تقول العيان ده سايكيك. اه بتكمل معاه وبتحترم الشكوى بتاعته وتمشي في كل الانفستيجيشنز، بس العيان ده سايكيك.
هو انكزايتي بالاسم كده. طيب الاي سي جي ممكن يفرق معاك، التامبونات تلاقي فيه الالكتريكال الترنانز يعني، بس الاي سي جي تعمله بعد الايكو يعني. البالمونري امبوليزم ممكن تلاقي فيه ساينس تاكي كارديا دايليتد ار في، كان جاي في سنة رابعة سؤال في الامتحان اسمه اي سي جي فايندنج ان اكيوت ام اي بالمونري امبوليزم بريكاردايتس، فانا بصحح السؤال، فواحد لطيف جدا راح كاتب في البالمونري امبوليزم ايه، actually we don't depend on ECG in diagnosis of pulmonary embolism، وكان ناقص يشتم بعديها. بس هو صح، احنا ما بنعتمدش على الاي سي جي، بس كان يقول ايه اللي فيه يعني، ممكن لا ساينس تايكارديا، ودي اشهر حاجه واسوأ حاجه تتعامل معاها في الاستقبال هي الساينس تاكيكارديا، لان انا ما بتبقاش عارف سببها ايه، انما كل حاجه تانية ليها علاج الا الساينس تاكيكارديا، تطلع عينك من اول الانكزايتي لغايه البلمونري امبوليزم. الاكيوت كورونري سيندروم طبعا الاي سي جي هيبقى فيه الاسكيميك مانيفستيشن، الانيميا هيبقى تاكيكارديا، والانكزايتي هتكون تاكيكارديا. الايكو في التامبوناد كونكلوسيف بقى خلاص يعني، عينك اكيوت ديسنيا كلير باك، حطيت الايكو ليد كاردياك تامبوناد بس خلاص. عشان كده لما يبقى واحد عندك في العنايه وكارديوجينيك شوك وكلير باك تمام والسي في بي هاي، وانت ما تبصش عليه بالايكو انت بتظلمه. ليه؟ لان الكارديوجينيك شوك، كارديوجينيك شوك بامب فيلير، طالما عملت هاي بوتنشن هتعمل هارت فيلير يعني، ازاي يعني الباك كلير وشوكت؟ طالما شوكت وما فيش لانج كونجيشن يبقى اكيد في حاجه ام اوبستراكتيف او كومبريشن، فبصت ايكو هتفرق معاك، ده ممكن يبقى ماشي بالمونري امبوليزم او كاردياك تامبوناد، يو هاف تو رول اوت. وخاصه العيانين كلنا بتاعنا عرضه لده يعني، العيان الام اي مش ممكن يحصل فنتريكولار وول رابشر ويحصل تامبوناد، مش ممكن يحصل في اس ار، يحصل بالمونري امبوليزم في عيان هارت، هو مش البالمونري امبوليزم ده ليه ريسك فاكتورز منها الاستيزس وي وي، عايزين اكتر من واحد عنده اسكيميك كاردوميوباسي او دايليتد كاردوميوباسي كريسك فاكتور عشان يجي له بالمونري امبوليزم، يجي له ما يجيلوش ليه؟ الايكو طبعا هيبقى في البالمونري امبوليزم دايليتد رايت سايد وبالمونري هايبر تنشن، وفي حاجه اسمها 60 اوفر 60 ساين، حد عارفها؟ في الايكو نبقى نقولها في البالمونري امبوليزم. الاكيوت كوروناري هتلاقي فيه وول موشن ابنورماليتي، انما باقي الحاجات دول الايكو بتاعها هيكون نورمال. بعد كده يعني في الورك اب هتعمل اناليسز للافيوجن ده بعد ما تسحبه عشان تعرف ايه السبب، وهنعرف الديتيلز في الكاردياك تامبونات. البلمونري امبوليزم هتطلب دي دايمر ولا سي تي بلمونري انجيو. طب لو عيان جاي لك سسبكتد بلمونري امبوليزم اند شوكت والدي دايمر نيجاتيف، تعمل سي تي ليه؟ يقول لك الدي دايمر كان رول اوت بالمونري امبوليزم ان هاي ريسك بالمونري امبوليزم، يعني الهاي ريسك الشوكد ما تعملوش اصلا دي دايمر، تخش على السي تي بالمونري على طول تمام. العيان اللي هو مش هاي ريسك هتعمل له الويلز سكور، لو الويلز سكور لايكلي ما تعملوش دي دايمر، عشان برضو كان ترول اوت البلمونري امبوليزم ان لايك للبلمونري امبوليزم على الويلز سكور. الوحيد اللي تعمل له ويلز سكور هو الدي دايمر، هو اللي ايه اللو بروبابيلتي، لو بروبابيلتي او بلمونري امبوليزم ان لايك ده اللي تعمل له دي دايمر، عشان لو نيجاتيف يو رول اوت بلمونري امبوليزم. طبعا التامبونات هتعمل له بريكاردو سينتيزس، البلمونري امبوليزم يعني لو هو شوك ده هتدي ستريبت، مش شوك ده هتدي اورال انتيكواجلانت. اكيوت كوروناري طبعا هتلوده وتطلب انزيمز وتحضره القسطره. ميتابوليك ديسنيا على حسب السبب بتاعها هتعالج، ولو الكريات عالي هيغسل، لو مش عارف الدايبيتيك كيتو اسيدوزس وات ايفر. ايه الانيميا تديله بلاد ترانسفيوجن. والانكزايتي في فرق على فكره بين الانكزايتي والمالينجرنج تمام، يعني في حد بتدلع وفي حد فعلا بيشتكي، وانت لازم يبقى عندك الايه الديسكريميشن بوينت دي. يعني مثلا في واحده في الاستقبال بيبقى باين عليها انها بتتدلع، اللي هو يعني ايه جايه هي وخطيبها الساعه 3 الفجر، ان كان خطيبها اصلا،
تمام، وجالك بتقول لك انا عندي نغزه من عم نول من ايام ما فسخت الخطوبه اللي فاتت وبتاع، سرنجة اي بي جي هتخليها زي الفل يعني. حتى يعني انت تدرب نفسك على الريديال بانكشر وكده كده الاي بي سي في اي بي جي تمام. يعني اول ما بتشوف الريديال بانكشر بتقول لك بس بدايه القصيده كفر، انا خفيت توكل. انما في عيان فعلا انكزايتي ده لو انت هزرت معاه او كده ممكن يضربك في الاستقبال، هو انت مش محترم شكوته والعالم كلها يعني بيبقى فيه شويه يعني ايه باك جراوند وحشه عنده جوه في دماغه، فلازم تحترم الشكوى بتاعته وتتعامل معاه ان هو اورجانيك until prove otherwise. حد ليه سؤال في الاكيوت ديسنيا؟ طب حد متخيل لو احنا ما يعني ايه حاله اكيوت ديسنيا جايه وما مشيناش الاي بي سي دي اي، كام عيان هيفلت منك وانت ماشي كده؟ ايه يعني انت بتدي لازكس يا تصيب يا تخيب يلا، وبتوع الكلى يشتغلوا شويه يا عم مغربي يعني المكان فاضي. طيب نخش بقى على الورك اب اوف كرونيك ديسنيا. يا زست المايك تعالى كده نشوف بقى الحالات بتاعة الكرونيك ديسنيا اللي معاه. ده واحد عنده 33 سنة، ميل بيشنت، نوت دايابيتك نوت هايبر تنزف سموكر، بيجيله اتاكس اوف سيفير ديسنيا افتر سليبنج بات نوت اول نايتس. يعني بقول لك انا بعد ما بنام بصحى على ايه، على يعني كرشة نفس كده بعد النوم بساعة بساعتين مش قادر اخد نفسي واقوم واجري واشرب ميه ويجيبوا له ميه بسكر وانام تاني، بس مش كل ليله. طب انت مجهودك حلو؟ اه ده انا بطلع السلم وانزل قرد، بلعب كوره كل يوم جمعه. تيجي تبص عليه نورمال ايكو ونورمال اكزامينيشن والدنيا زي الفل. في واحد تاني، واحده تانيه عندها 48 سنه، نوت دايابيتك نوت هايبر تنسيف، بتشتكي من سيفير ديسنيا اند كوف ات نايت. برضه بالليل بصحى على كرشه نفس وكحة ولما بمشي خطوتين بنهج. تبص عليها بالايكو نورمال ايكو. ده عيان تالت، واحد عندها 25 سنة، نوت دايابيتك نوت هايبر تنسيف، بيجي لها اتاكس اوف سيفير ديسنيا اند بالبيتيشنز ات نايت، اللي بتصحيها من النوم، وعندها اكزيرشنال ديسنيا اند نورمال ايكو. شايف التلات عيانين بيجي لهم ديسنيا ات نايت وعندهم نورمال ايكو، ودي اسوأ حالات تجي لك العيان. يعني العيان اللي جاي مشخص نفسه بالايكو ده، ده انت يعني بترفع له القبعه وبتدي له العلاج يعني بتستكاميس كده لما ايه لما تلاقيه استريح على العلاج بتاعك. انما العيان ده بدنه يلف ومحدش عارف يوصل للدايجنوزس بتاعه. طيب لازم تاخد بقى هيستوري كويس في العيان ده. احنا بقى دلوقتي كرونيك، مش حد هيجي لك بقى العياده تقول له والله لا ساحب لك اي بي جي الكلام ده مش منطقي والله لا قلعك شوف فول اكسبوجر تمام. لا انت ما انت دلوقتي كرونيك بيرسونال وبريزنت وهيستوري بتاعك. الكورس بتاعك هيفرق قوي لما تسال العيان هل ده بروجريسيف ديسنيا ولا ديسنيا ان اتاكس. كلمه مهمه قوي ما حدش بيسال عليها. ليه هتفرق؟ يقول لك انا بابا كويس، فجأة يجي لي كرشة نفس تقعد معايا 5 دقايق 10 دقايق وتروح. ده مختلف تماما عن الديسنيا البروجريسيف اوفر دايز اند مانس، يعني ده مختلف تماما عن ده. تاني سؤال الديوريشن، هل ديسنيا لسه قريب يعني من اسبوعين شهر ولا بقاله سنة بيلف؟ تفرق. طب البريسيبيتيشن هل بتيجي مع المجهود ولا بتيجي في وقت معين ولا في وضعية معينة؟ طب بتنام ازاي؟ المخدات يعني بتنام على الواطي ولا بترفع المخدات؟ طب وانت نايم تبقى مرتاح وانت نايم بتكمل نومك يعني للصبح؟ تسأل الرفيق اللي منام جنبه هل بيشخر يعني نفسه بتقطع بالليل. والاسوسيشن مهم قوي، يعني انت هل في شيست بين مع الاتاكس دي؟ هل في بالبتيشن مع الاتاكس؟ هل في كحه؟ هل في اكسبكتوريشن؟ هل في بريشر سيمتومز؟ مين بيسال على بريشر سيمتومز؟
ايه؟ لا مش بتكلم على اسباب. تلاقي واحده جايه لك في العياده وتقول لها يا دكتور ولا ديسفاجيا، تقول لك انا حاسس ان صوتي متغير كده بس بقاله فتره ومش حاطه في دماغي، يعني بشرب ينسون وبشرب مش عارف ايه وبتاع، وانت تاخد الشكوى وتعدي ولا كانك شفت حاجه، تكتشف ان الست دي فيما بعد تلاقي كانسر مثلا، كانسر وفي ماس قاعده بتكمبرس جوه وقاعده تلف وعامله لها الديسنيا والكلام ده كله. مش لازم يجيلك كاردياك كوز اوف بريشر سيمتومز، يعني بوسع الايه، وسع المدارك بتاعتك. كومن از كومن. طب هل في سيستميك كونجيشن؟ يعني الشراب بيعلم في رجلك، رجلك بتورم، بطنك بتكبر، في وجع في جنبك اليمين بسبب هيبات الكونجيشن. هل في لو كاردياك اوت بوت؟ لو كاردياك اوت بوت سيمتومز دي يعني مره عيانه قالتها اتشخصت بالكلمه دي، تقول لي بص يا دكتور انا بابا واقفه في المطبخ وبعدين بقع مره واحده بكرشه نفس وجسمي بوبا تلاجه. وبفتكر الكلمه دي تمام، كرشه نفس وبقعد في الارض جسمي بوبا كله تلاجه، دي لو كارديا كانت بوت سيمتوم. والست دي طلعت في الاخر كومبليت هارت بلوك وركبت بيسميكر. تمام. فمهم تعرف فن تسأل، تستلقط الشكوى ازاي. تلاقي في كلام غريب كده بيطلع سواء بقى باللهجة الليبية او المصرية، انتوا قادرة يعني في ليبيا بتعملوا ايه. تمام. بس في كلام بيطلع لازم تلقطه من العيان، ما تفوتوش. كان حد قريبي كانت الشكوى بتاعته حاجة غريبة، يقول لك انا بابا زي الفل وبعدين كرشة نفس رهيبة. تيجي تسألها طب بتحس بضربات قلبك سريعة؟ لا، بس بحس بدبه في صدري كل فين وفين كده، دبه كل فين وفين. الست دي ارستت في البيت ورجعت، وتروح تكشف في المستشفى بغض النظر عن اسم المستشفى، تلاقي ليفت باندل نورمال وزي الفل وروح. اتصلوا بيا في التليفون قلت لها دي هارت بلوك، ما سمعوش الكلام، راحوا لنفس المستشفى عملوا لها نفس الليفت باندل. طب ما ليفت باندل ده معناها ايه؟ معناه انه ماشي برايت باندل، برايت باندل اللي اصلا بتفصل نورمال في الناس العاديه. تمام. تعمل هولتر ما في، لغايه لما جت في يوم راحت متصله بيها اول ما الاتاك بدت، تقول لها تاخدي هدومك في اسنانك وتعملي رسمه قلب. راحت عملت رسمه قلب هارت بلوك، يلا بقى نركب باسمك. بعد ما الست اتعرضت لسادن كاردياك ديس مره واتاكس اوف كومبليت هارت بلوك اند سنكوب مرات كتير. تمام. سيانوزس، بتحس ان انت بتزرق ولا هيفرق معاك؟ طبعا هيفرق معاك. هل في فيفر يعني بتسخن؟ ممكن واحد يقول لك انا ما بسخنش بس بحس ان انا جسمي مقشعر كده وحاسس ان انا سقعان وعايز ادني متلكفت، هو مش عارف انه سخن. تيجي وانت تقول له عمرك ما جالك سخنيه يا حاج؟ لا، تيجي تشوف الضغط بتاعك تلاقيه مولع تحت ايدك، تقول له الله يسامحك يا حاج، هلولة يطلع كوفيد في الاخر وانت تقعد تحاسب بقى وانت ماشي. تمام. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي ديسنيا ان اتاكس، وفي عندنا اكزيرشنال ديسنيا. غالبا كل الاسباب الكرونيك ديسنيا بتبقى اكزيرشنال، وفي ديسنيا ان اتاكس اللي هو واحد بيجي له اتاكس شويه وبعدين ايه بيخف تاني. طيب نبدا بالديسنيا ان اتاكس. شوف بقى الديسنيا ان اتاكس دي ممكن تكون باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، صح؟ يعني واحد بيجيله الديسنيا بالليل تصحيه من النوم. ممكن يكون اتاكس اوف ديسنيا معاها بالبيتيشن وممكن ما يحسش بالبالبيتيشن. ممكن اتاكس اوف ديسنيا ومعاه شيست بين بس السيفيريتي اوف ديسنيا ما تخلوش يحس بالشيست بين، ما بقاش عارف يعبر. ديسنيا ومعاه نمبنس، يقول لك انا جسمي بينمل وبقي بينمل حواليني ومش عارف ايه والكلام ده كله. ديسنيا اون ستاندنج، ودي كلمة مهمة قوي. الست تقول لك الكلمة دي بالظبط، بص يا دكتور انا بابا قاعدة زي الفل، كل ما اجي اقوم امشي يجي لي كرشة نفس. مفيش ديسنيا من بتاعة الهارت فيلر اول ما تيجي تقوم تمشي دي، يعني على الاقل يعني تمشي دقيقة علشان تنهج لغاية الحمام، كل ما اجي اقوم امشي بيجي لي كرشة نفس. طب يا حاجة وانت ماشية في الطريق مثلا رايحة تجيبي حاجة مسؤولة، يا بابا كويسة بس كل ما اجي اقوم امشي يجي لي كرشه نفس. يا حاجه يعني انت كويسه في الشارع، كل ما تيجي تقوم كرشه نفس ازاي؟ هنفكر يعني ليه، ايه اللي يعمل ده؟
واتاكس اوف ديسني افتر فازوفيجال بروفوكيشن، يعني واحد مثلا جاله خبر وحش، او انت شغال في القسطره وقاعد تدي نايتريتس ومش باصص على البلاد بريشر وفجاه دخل في سيفير ديسنيا، وياما بتحصل في الحالات، يخش في فازوفيجال واكيوت ديسنيا ويفك على اتروبين او على ادرينالين على حسب يعني الدنيا هتمشي ازاي. طيب ايه اسباب الباروكسيزمال نوكتورنال ديسني؟ هارت فيلير. ايه تاني اللي سمعوها قبل كده بقى؟ يستنوا شويه ولا نسيتوها؟ ما هي الكاردياك ازمه اللي هي ايه تاني؟ اسم نايت ميز صح؟ سايكيك يعني صح؟ بص الاوبستراكتيف سليب ابنيا هو ما بيحسش بيها، اللي جنبه هو اللي بيحس بيه. يعني انت تسألين انت نايم كويس زي الفل، بس انما اللي جنبه بيقول نفسه بتقطع ومتنيل ومش حاسس وجايب الشارع كله شخير من اوله لاخره، انما هو مش حاسس بحاجه، فده ما بيشتكيش، ده اللي جنبه بيشتكي. وحاجه شهيره جدا تعمل باروكسيزمال نوكتورنال ديسني في العيادات على نورمال ايكو، لو ازماتك ممكن صح. ايه يعني بيجي بالليل يقوم، بس ده غالبا بيبقى معاه كحه، ديسنيا او كف، ما بيبقاش ديسنيا بس. طب اللي سمعوها يقول كده واحده ايه الجد سبب شهير جدا يعمل اكيوت ديسنيا ويقول لك انها باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، وتيجي تفحصه وتلاقي الدنيا كلها فل شمعة منوره، تساله يقول لك انت بتيجي لك كل يوم؟ لا. طب لما بتتعشى وتنام ليها علاقه؟ اه، يعني انا امبارح اتعشيت ونمت قمت على كرشه نفس رهيبه، الاسيد بتاع الاستومك ده لما بيطلع ويخش على الفوكال كورد اجارك الله، لو حد حس الاحساس ده قبل كده بيكون احساس ان هو بيموت. تخيل كده في ميه وبتحرق داخله على الفوكال كورد بتاعك، فالجرد اشهر سبب من يعمل باروكسيزمال نوكتورنال ديست. شايف بقى كام سبب؟ بالمونري كونجيشن، ممكن واحد رزقه بالليل بس مش في نفس الوقت يجيله شاور اوف شورايه اوف بالمونري امبوليزم كده، تعمل له ديسنيا وتفك يعني، وهي معديه بس كده تقفل شويه وبعدين ايه تعدي، يقول لك انا كل يعني ايه 3 4 ايام كده اصحى بالليل على كرشه نفس. طب مش بتجي لك بالنهار؟ مره جات لي بالنهار بس غالبا بتجي لي بالليل، تعرفش ليه يعني، بس ممكن شاور اوف بالمونري امبوليزم. ممكن بانيك اتاكس، كرشة نفس رهيبة وعندها إحساس إنها هتموت، وي وي ده يعمل لك باروكسيزمال نوكتورنال ديست. يرحمكم الله، مروحة، دور مروحة عادي. وورسنينج أوف برونكوسبازم، يعني الواحد مش على كويس وأزماتك أو سي او بي دي، بس بالليل بيقوم عنده وورسنينج أوف برونكوسبازم أو وورسنينج أوف أزمة، بيصحيه من النوم يقعد يكح كحتين وكرشة نفس وبيخف تاني. أو جيرد، جرد ده افتكر الكلمه بتاعتي، اشهر سبب يعمل لك ايه باروكسيزمال نوكتورنال ديسني على نورمال ايكو. طب تفرق بينهم ازاي؟ طبعا بالاوسكالتيشن والايكو والدوبلكس، هتبدا ان انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن للعيان ده، هل في دي في تي، هل في سيستوليك ديسفانكشن، هل في دايستوليك ديسفانكشن، هل نورمال ايكو تمام، هل الاوسكالتيشن فيه ميرمرز، طب هل في ويز ورا على الشيست بتاعته، هل في برولونجد اكسبايريشن فقط هو اللي ممكن يقول لك ان العيان ده بيخش بسي او دي اكسسيرفيشن بالليل ومش متشخص، يعني قاعد مثلا بوست كوفيد ودخل في رياكتيف اير واي بروبلم واكزيرشنال ديسنيا او بتجيله ان اتاكس ومحدش مشخصه، وانت بس تلقط ان في برولونجد اكسبايريشن ويحصل دراماتيك امبروفمنت على اللي هي البخاخات. وفي حاجة اسمها بانيك سكريننج سكور، بانيك ايه سكريننج سكور، لذيذ جدا الموضوع ده. تسأل العيان يقول لك انت قبل كده كنت بتشتكي من اي مشاكل نفسية او قلق وبتاخد له علاج؟ لو ده بياخد 7، لو لا 0. طيب يقول لك انت بتحس ان انت يعني بتختنق حتى الوفاء، يعني كم مرة قبل كده اتخنقت وكنت حاسس ان انت هتموت؟
نيفر ولا ريرلي ولا هاف تايمز ولا يوجوال ولا اولوز، وهتدي السكور بناء على الكلام اللي هو هيقوله. طب كم مرة كرشة النفس دي خلتك تطلب الإسعاف وتروح المستشفى؟ لو يبقى هياخد 3، لو لأ هيبقى 0. يعني العيان جايلك في إسعاف ولا جايلك بإيه؟ جايلك على رجليه. طيب يقولك إمتى لما بتحس إن قلبك بدق بسرعة، كم مرة حسيت إن أنت عندك هارت أتاك؟ ما إحنا عندنا بيجيلنا بالبيتيشن أحيان كتير، بس هل بيجيلك إحساس إن أنت فعلا عندك كاردياك أتاك وخايف يكون عندك كاردياك أتاك، وتبدأ تتصل بقرايبك والدكاترة قالوا يا جماعة أنا حاسس إن أنا عندي أزمة، ويطلع المستشفى ويعمل رسم قلب؟ ده لو ولا ليتل ولا صام ولا ماتش ولا فيري ماتش، هتبدأ إن أنت تديله الإيه؟ السكور بتاعه، وتبدأ تحسب كل ده. لو أكتر من أو 6 فده بروبابل بانيك أتاك، تبدأ إن أنت بعد ما تإكسكلود الأورجانيك كوزس تبدأ تبعته لحد سيكاتريك عشان يبروسيد معاه. طب ديسنيا اند بالبيتيشن، كل حاجة في الاريزميا تعمل ديسنيا، وممكن ما يحسش ببالبيتيشن وتيجي في اتاكس. يعني واحد بيخش باروكسيزمال اي اف او فلاتر او اس في تي او في تي، ساينو اتريال بلوك او اي في بلوك، اكسترا سيستولز وباي جيميني. اوعى من دي، اوعى من دي. سبب شهير جدا يعمل لك اتاكس اوف ديسنيا والعيان يدنه يبرم يبرم ومحدش يلقطه، بيخش في اتاكس اوف باي جيميني ويفك تاني. بس ساعات لما بيخش في باي جيميني بيحس ان نفسه مسحوب. وانت بتعمل ايكو لاي عيان، اي عيان ساعات بيطلع لك اكسترا سيستول كده في النص، اساله اكسب فيه ثواب واساله انت بتحس بسحبة نفس كده، تحس نفسك بتسحب. طب حصل دلوقتي؟ بس انت كده شخصته. دي الشكوى اللي انت بتشتكي منها في البيت؟ كده انت شخصته. تخيل يبقى العيان ايه؟ يبقى العيان بيخش في فريكوانت اكسترا ستولز اب تو باي جيميني، وهي دي مشكلته الوحيده اللي هتبدا ان انت تعالجها والعيان يستريح. باي جيميني كم واحد كان يعرف المعلومه دي؟ وكومون، يعني في ناس كتير بتيجي باكسترا ستول. في حاجه اسمها ساينس نود ري انترنت تاكي كارديا، يعني تاكي كارديا ري انتري عند الاس اي نود، بيبقى شكل الساينس تاكي كارديا بالظبط بس اوف سادن اونست اند سادن اوفست، وهنتكلم عليها فيه. او فازو فيجل، عيان الفازو فيجل قبل ما بيخش في سينكوب بيخش في بالبتيشن، يعني تلاقي ضربات قلبه تسرع 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 وفجأة يروح مغمى عليه. في ناس كاتيجوري من الناس تيجي كده، لو حد فيكم حضر تيلت تيبل قبل كده، تيلت تيبل ده بروفوكيشن للفازو فيجل، بتعدله على اساس تعمل بروفوكيشن وتدي سابلينجوال نايتريتس. العيان قبل ما بيسينكوب بيخش في ديسنيا اند بالبتيشن. ممكن العيان ده في الحياة العامة يكون بيخش في فازو فيجل وما بيش بسنكوب، يعني لسه ما وصلش للمرحلة بتاعت السنكوب، بيسموها incomplete فازو فيجل اتاك، والعيان ده بيلف كتير وما ما حدش بيعرف يشخصه. وده هوت اريا اوف ريسيرش، يعني العيان ده لو احنا جبنا الناس الان اكسبليند سيمتومز دي وعملنا لها تيل تيبل تيست، ممكن يطلع فيه نسبة كبيرة منهم عندهم فازو فيجل ايه؟ فازو فيجل او انكمبليت فازو فيجل اتاك. طيب الليله دي كلها هولتر او هوم بلاد بريشر هوم بلس، لو في دكتور في البيت فده بيسهل عليك كتير قوي. اول ما الست ايه شوف للنبض كام والضغط كام ساعه الاتاك، هتفرق معاك هوا. ده انا لقيت الضربات تحت ايدي 200 والضغط 80 50 لها مدلول، ده لقيت النبض الريجولر ليها مدلول، لقيت الضغط بيعلى 220 على 130 ده ليها مدلول، صح؟ فلو في حد في البيت يقدر ان هو يلقط لك خير وبركه. طب ما فيش، في طريقه بلدي بابانا اعملها، اقول له روح يا سيدي اشتري لك بلس اوكزيمتر، بلس اوكزيمتر بابا يرسم لك الويفز تمام، واشتري لك جهاز ضغط ايه ديجيتال، وتعالى انا اعلمك عليهم. اول ما الاتاك دي تحصل حط البلس اوكزيمتر وحط جهاز الضغط، قيس الضغط وصور لي ايه القرايتين وبعتهم لي واتس. في ناس بتطلع باي جيميني وناس تطلع ايه فايبريليشن، على حسب الويف بقى بتتوقع، تبص تلاقي الويف كده وواحده مسخوطه تحت كده فده باي جيميني، لقيتها الريجولر ده ايه اف،
لقيتها تاكي كارديا على 200، يا يعني ليها اسباب، فبتبدا ان انت ايه تتوقع، لان العيان بتطلب له هولتر ونحس، يعني يبقى الازمه بتجي له كل يوم اول ما يركب الهولتر ما تجيلوش، ويركبه 48 ساعه يقول لك نورمال ما فيش حاجه، اول ما يفكوا الازمه تجيله، يعني احيان منحوس تقول له طب بص الازمه بتجي لك قد ايه؟ قال تقعد ساعه، حلو، اول ما تجيلك روح اعمل رسمه، يعني انت مش عارف تعمل ده، اول ما تجيلك طب بتقعد 5 دقائق بس مش هيلحق، يبقى بلس اوكزيمتر وهوم بلاد بريشر لغايه لما ايه ربنا يحلها من عنده. طب واحد بيجيله اتاكس اوف ديسنيا اند شيست بين، حد زهق؟ حد زهق؟ لا، على اساس ممكن نكمل، ما احنا في 5 ثانية، الساعة كام؟ هنخلص ديسني يعني التكس ونخلي باقي ديسني بعد كده. اكيوت ديسني اند شيست بين، واحد زي الفل بس بيجيله اتاكس اوف ديسني اند تشيست بين، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون برينز ميتال انجاين، او بيخش في اكيوت كورونري وبفك منه، يعني واحد عنده كريتيكال ليجن قاعد بيقفل ويفتح سب توتال مثلا، ممكن بانيك اتاكس، ممكن ازمه او سي او بي دي اكسسبيشن. ازاي؟ الديسنيا نفسها بتخلي العين ينهج، لما ينهج يحس بماسكولار شيست بين، لانه قاعد يعمل اوفر ووركينج للريسبيراتوري ماسلز، تيجي بقى تقول له طب لما تلف يمين شمال الحته دي بتوجعني، تدوس على والنبي شيل ايدك مش عارف ايه، تيجي تسمع سيد رويز تلاقي خلاص الدنيا قاعده بت ايه بتلصم في بعض، فبتبقى ماشي يمه الايه، او بلوروتيك شيست بين، وبلوروتيك شيست بين تحتمل بلوروزي بريكاردايتس ماسكولار بين ماسكولوسكليتال بين او كوليسيستايتس، مهم اوي الكاتيجوري في العيان اللي هو ايه الفيميلز الفورتي الفاتي الفلتي، عارف انت الايه كام اف دول الافات دي، تمام، ده تاخده كده تقول له ايه يعني، وانت بتبص كده ممكن بالايكو تلاقي فيه ستون ولا حاجه في الجول بلادر، ممكن تشك ان الليفر فيه حاجه مثلا بتاع تبعتها تعمل بتاع ده، بس الكوليسيستايتس تعمل اب تو اي سي جي تشينجز. وكان في واحد احنا صورناه في الدلتا طبيب هو، وكان كويري كوليسيستايتس، كنت انت معانا، وطلع نورمال، كان عنده بايفيزيك تي ويف في الانتيريور ليدز كلها وصورناها ونورمال، وطلع في الاخر يعني ايه كويري كوليسيستايتس، اللي هو كانت الجول بلادر منفوخه كده وانا بعمل بس اللي خلانا نصور ان هو دخل في دايناميك، يعني تخيل كوليسيستايتس وتعمل لك دايناميك اي سي جي تشينجز. مين تاني بقى بس ده خلاه للشيست بين؟ طبعا هنا برضو هتطبق البانيك سكرينينج، الاوسكالتيشن لو لقيت ويز هيفرق معاك، الهولتر في البيت هيفرق معاك، الايكو هيفرق معاك، لو انت شاكك في عيان اسكيميك مثلا ممكن نعمل دوبيوتامين ايكو، يعمل الترا ساوند على الابدومن عشان ترول اوت، فكيب ان مايند البوكس اللي تحت ده، لان هو ده الورك اب، يعني ده هتبدا، طب انت خلاص كشفت العيان وشاكك في كذا حاجه، هتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعمل ده. طب ديسنيا وز نامبنس، ده يعني ممكن يكون فيرتبرال نيورولوجيكال سايكولوجيكال، والسايكولوجيكال بيجي يشتكي دايما من سيركم اورال نامبنس، يعني تلاقي ايه يقول لك انا حاسس كده في ايه تنميل حوالين بقي، والفيرتبرال طبعا لو عنده مشكله فيرتبرال كولوم هيبقى عنده ديسنيا مش قادر يتنفس نيورو ماسكولار، وهتلاقي في نامبنس اون وان سايد ولا حاجه، هتلاقي في لاتراليتي للسيمبتومز بتاعته. وهنا برضو البانيك سكريننج وتعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن، وما فيش مانع تاخد راي حد نيورولوجي معاك في الحاله. اتاكس اوف ديسنيا اون ستاندنج، وهو ده اللي كنت بكلمك عليه، يقول لك كل ما جاء فانهج، هي ده البوستشرال هايبوتنشن، تمشي كويس يعني لو هي ماشيه في طريق تمشي كويس، بس كل ما تيجي تقف تمشي تنهج، البوستشرال هايبوتنشن بيعمل ديسني، يعني ممكن ما يعملش سينكوب بس ممكن يعمل سيفير ديسنيا،
وتتصلح. يعني لو فضلت واقفة وكملت حركة او كده تبص تلاقي الدنيا ايه. دي تشخصها ازاي؟ بتقيس الستاندنج بلاد بريشر، يعني قعدها وبعدين قومها وشوف الضغط اخباره ايه. تبص تلاقي الضغط بيتهبد وهي بيجيلها ديسنيا عندك في العيادة اول ما تيجي ايه، اول ما تيجي تقف. بلاتبنيا اورثوديوكسيا سيندروم، مين يعرف المصطلح ده؟ ايه؟ طيب ده الهوم ورك بتاعكم، يعني خدوها كده دوروا عليها كده، بلاتبنيا اورثوديوكسيا سيندروم. ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه مرتبط؟ هتتسال فيها في الماستر الجاي ده. لا بلاتبنيا اهي، بلاتبنيا اورسو ديوكسيا سندروم، ده واحد نايم كويس يجي يقف يحصل له دي ساتيوريشن وديسنيا، ديسنيا ودي ساتيوريشن لما يقف ينام يبقى كويس. ايه؟ لا لا دور عليها بقى. ايه؟ ما دور بقى. فهنا الايكو هيلقط لك الاورثوبنيا اورثو ديوكسيا دي، والستاندنج بلاد بريشر هيلقط لك البوسترال هايبوتنشن. واخيرا الفازوفيجال اتاك، الانكمبليت فازوفيجال اتاك، ده دايما العيان ده بيبقى ديهايدريتد وكولابسد اي بي سي وهايبوتنسيف. وتلاقي القصه بتجي له تسالها كده، انت الكرشه النفس دي بتجي لك امتى؟ لما بقف في المطبخ ساعه مثلا برولونجد ستاندنج، جو حر وكنت بخلص في مشوار حته وجالي كرشه نفس رهيبه سويتنج، سمعت صدمه من هنا جالي كرشه نفس رهيبه. فالفازوفيجال اتاك الانكمبليت ده ممكن يعمل لك ديسنيا وما تبقاش انت عارف السبب بتاعها. ولو شكيت في العيان مفيش مانع تعمل له تلت تيبل تيست، لو بوزيتيف تبدا تدي له الفلودروكورتيزون وتدي له الحاجات اللي هي بتاعه الفازوفيجال، وهنقولها ان شاء الله مع السنكوب. طيب احنا كده خلصنا النهارده، المره الجايه هنقول الاكزيرشنال ديسنيا ونخش برجلينا كده في الهارت فيلير. في حد عنده سؤال؟ يعني انا مش عايز الفيلم ده يبقى وان سايد، يعني انت لو انت جاي في دماغك اسئله عايز تسال عليها ده اكتر واحد بيستفاد، انما انت جاي يعني مش عارف انت هتسمع ايه، او يعني جاي هتسمع وخلاص كل الكلام ده بي ايه بيفيد. انما لو انت مثلا في بروبلم معين قعدت تقرا فيها ومش فاهمها وجاي تسال عليها، دي اكتر حاجه الديسكشن ده بيثبت المعلومات. ماشي يا جماعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب.